قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار. إليكم مشاهدين أهم عناوين أخبار اليوم، آخرهم العمامرة: دبلوماسية المغرب الشرسة تطيح بأربعة وزراء خارجية للجزائر في ظرف قياسي، بلاغ عاجل. رئيس الجيش الجزائري سعيد شنقريجة يوجه رسالة للمغاربة. لجنة عربية تصفع الجزائر وترحب باحتضان المغرب اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار. آخرهم العمامرة: دبلوماسية المغرب الشرسة تطيح بأربعة وزراء خارجية للجزائر في ظرف قياسي. كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن صراعاً محتدماً غير معلن تدور رحاه منذ أسابيع بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير خارجيته رمطل عمامرة ينذر بانفجار داخلي وبتعديل حكومي وشيك. ذات المصادر قالت أيضاً أن إخفاق الوزير رمطل عمامرة في العديد من القضايا الدبلوماسية الجزائرية خاصة ما يتعلق بنزاع الصحراء المغربية قد أنهك نظام تبون وشقرجة، وهو الأمر الذي أصبح يفرض البحث عن بديل يستطيع مواجهة قوة الدبلوماسية المغربية. وفي ذات الإطار رجحت مصادر جزائرية علم أن يختار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأمين العام للخارجية عمار بلاني، والذي سبق له أن كلف بمهمة إدارة ملف الصحراء والمعروف بعدائه الشديد للوحدة الترابية للمملكة المغربية. ويأتي هذا التعديل والغير معلن لدى نظام العسكر بالجزائر في ظل تفوق الدبلوماسية المغربية بالساحة الدولية، وأكد في سياق استقطاب معظم الدول الإفريقية التي كان يستغلها النظام الجزائري إلى وقت قريب في دعم الانفصال وزعزعة استقرار دول المنطقة، خصوصا في شراء المواقف لدعمها في تسويق أطروحة البوليزاريو. يذكر أن الوزير مطلع مامرة ومنذ أن عينه النظام الجزائري على رأس الخارجية لم يستطع أن يصمد طويلا أمام توغل الدبلوماسية المغربية في عمق الدول الصديقة للجزائر وإقناعها بمغربية الصحراء، وذلك بافتتاح قنصليات لها بقلب أقاليم الصحراء المغربية دعما للوحدة الترابية للمملكة، وهو الأمر الذي أصاب نظام تبون وزبانيته بالسعار. ولم يكن العمامرة الضحية الوحيدة للدبلوماسية المغربية الشرسة، حيث سبق أن أطاحت بوزراء خارجية سابقين منهم عبد القادر أمساهل وصبري بوقادوم، إضافة إلى عمار بلاني الذي كان يشغل مهمة المبعوث الخاص إلى الصحراء ودول المغرب العربي والذي أقيل من منصبه العام الماضي. بلاغ عاجل: رئيس الجيش الجزائري يفاجئ الجميع ويوجه رسالة للمغاربة. في تناقض غريب للنظام العسكري الجزائري، وبعدما قضى ما يقارب الخمس عقود في محاولته لتقسيم المغرب والتطاول على وحدته الترابية، خرج رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريجة ليطلق العنان للسانه مستخدما لغة العنترية الفارغة والبطولة الوهمية، مهددا المغرب بقطع يده إن امتدت لشبر من أرض الجزائر. شنقريجة وفي كلمة له أمام إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة قال أن الشعب الجزائري الملتحم مع جيشه وقواته الأمنية عازم على قطع كل يد تمتد إلى شبر واحد من الجزائر أو تنوي المساس بحرمة سيادته الوطنية، مضيفا أن ما أسمها المخططات سيتم إفشال مراميها. واعتبر شنقريجة أن القرارات السديدة لم تعجب أعداء الجزائر ودفعتهم للتهجم عليها وعلى مؤسساتها ومحاولة الإضرار بسمعتها الناصعة على حد تعبيرها. كما اعتبر شنقريجة أن الحركية الإيجابية التي تعرفها الجزائر لم تعجب أعداء الشعوب وعملائهم وجعلتهم يستعملون أبواقهم الإعلامية للتهجم على مؤسسة البلاد والتشكيك في مقوماتها التاريخية والجغرافية، وتبع قائلاً: بل تعدت هذه المهاترات حدا لا يمكن السكوت عنه عندما يتعلق الأمر بسيادتنا الوطنية ووحدتنا الترابية التي ضحى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار. وأثارت تصريحات شنقريجة موجة انتقادات لاذعة وسخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شددوا على أن الصحراء الشرقية
مغربية، والمغرب لن يتنازل عن أرضه والحق سيعود لأصحابه. وذكر كثيرون شنقريجة بسقوطه أسيرا في يد الجيش المغربي، محذرين إياه من تكرار سيناريو حرب الرمال وعبارة المرارك حقرون. واستغرب البعض خروج شنقريجة للتهديد بالحرب في كل مرة حتى بدون مناسبة، مع أنه لم يخوض حربا منذ وقع دليلا في يد المغاربة. وفي هذا السياق علق أحد النشطاء قائلا: الصحراء الشرقية مغربية بالوثائق التاريخية والحجج والكبرانات، يدافعون عن حدود موروثة عن الاستعمار الفرنسي ليس إلا هذا. وكانت مديرة مديرية الوثائق الملكية بهيجة سيمو قد أشعلت سعار النظام العسكري الجزائري وأبواقه الإعلامية وذبابه الإلكترونية بتصريحات نارية غير مسبوقة على المستوى الرسمي المغربي، أعادت من خلالها النقاش حول مغربية الصحراء الشرقية التي اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر عام 1962، أعادتها إلى الواجهة من جديد. وكشفت بهيجة سيمو في كلمة لها خلال حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أن الصحراء الشرقية الواقعة جنوب غرب الجزائر هي أرض مغربية، والمملكة تتوفر على الوثائق التاريخية التي تثبت ذلك. لجنة عربية تصفع الجزائر وترحب باحتضان المغرب اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب. قرر المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية تنفيذ توصية اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربية فيما يخص مكان وموعد انعقاد الدورة العادية 99 للجنة الدائمة للإعلام العربية. والدورة العادية 17 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والدورة العادية 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب. ورغم المحاولة البائسة للجزائر في نسف هذه التوصية، إلى أن أعضاء اللجنة الدائمة وأعضاء المكتب التنفيذي رحبوا بها، مع محاولة السفير الجزائري بالكويت تقديم تحفظ على احتضان المغرب لهذا التحفظ قبل سحبه بسبب ضغط باقي الدول الأعضاء، وتقضي هذه التوصية بالترحيب والموافقة على استضافة المملكة المغربية لأشغال هذه الاجتماعات، بما في ذلك الاجتماع الوزاري لوزراء الإعلام العرب، والذي سيرفع توصيات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والقمة العربية المقبلة فيما يخص قضايا الإعلام. وتقرر تنظيم هذه الفعاليات خلال شهر يونيو المقبل بحضور وزراء إعلام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتناقش الدورة 53 لهذا الاجتماع عددا من القضايا التي تهم الإعلام على مستوى العربي، في مقدمتها القضية الفلسطينية والتي تتصدر جدول أعمال العمل العربي المشترك. ويأتي منح المغرب استضافة هذه الاجتماعات انطلاقا من الدور الريادي الذي يلعبه المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس في العمل العربي المشترك، كما أن المغرب بات قبلة لاحتضان أشغال واجتماعات تخص التعاون متعدد الأطراف. تجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب أكد في قراراته على ما سبق التأكيد عليه في توصية اللجنة الدائمة، والتي أشادت بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في نصرة القدس والقضية الفلسطينية.